من خلال حلقتنا النهاردة هنتعرف على ميزة بسيطة جدا وبتظهر قدامنا كلنا، لكن في ناس كتير ما بيخطرش على بالها انها تستخدمها او مش عارفة ازاي تتعامل معها. قبل ما نبدأ مع بعض، ياريت لو بتستفيد من المحتوى اللي بيقدمه لك الفيديو تدعم الفيديو بلايك علشان ينتشر المحتوى التعليمي على اليوتيوب. دلوقتي لو انت عندك شيت اكسل بالشكل اللي قدامك ده ولاحظت ان شريط المعادلات مثلا مش موجود وحبيت ان انت تعرضه، ففي الحالة دي بتروح تدور في القوائم اللي موجودة قدامك لغاية ما بتوصل للفورمولا بار وبتعلم عليه علامة صح بحيث ان هو يظهر معاك. طيب ايه الطريقة الاسهل في البحث من ان انت تعمل كل ده؟ الطريقة الاسهل ان انت هتقف في اي مكان في الشيت وهتبتدي ان انت تضغط ضغطة يمين كده على الماوس بتاعك، هيظهر معاك القايمة المنسدلة اللي كلنا متعوزين عليها. دلوقتي بربع البحث اللي موجود فوق ده في ناس كتيرة جدا مش عارفة ايه هو استخدامه او ما بتتعاملش معاه اصلا. المربع ده ميزته ان اي كلمة هتكتبها فيه هو هيظهرها لك. يعني دلوقتي لو انا عايزة اظهر شريط المعادلات، فمجرد ما هكتب الحروف بتاعته بالشكل ده، مجرد ما كتبت اول جزء من الحروف بتاعته ظهر لي الفورمولا بار اهو، مجرد ما بتضغط عليه خلاص كده بيظهر معاك وبيشتغل. طيب دلوقتي الشيت ده فيه تنسيق شرطي، انت مش محتاج دلوقتي ان انت تروح على تاب هوم وتروح على التنسيق الشرطي علشان تجيب الادوات بتاعتك اللي انت عايز تستخدمها. زي ما اتفقنا هتقف في اي مكان وتضغط بمؤشر الماوس يمين وتروح على مربع البحث. كل اللي انت عايزه انك تكتب التنسيق الشرطي، فانت هنا كده هتكتب الكونديشنال، مجرد ما بتكتب الحروف بتاعتها الاولى بيظهر لك الكونديشنال فورماتنج، تقدر ان انت تختاره وتقدر ان انت تتعامل معاه. تعالوا دلوقتي مع بعض نجرب لو احنا عايزين نجيب اي اوامر تانية، وليكن مثلا عايزين نجيب البيفت تيبل. فمجرد ما بضغط كده كليك يمين واقف هنا في مربع البحث واكتب اول حروف من الكلمة بتاعتي او من الامر بتاعي، بيظهر لي الاوامر الخاصة بيه، ظهر لك البيفت شارت وظهر لك البيفت شارت والبيفت تيبل. مجرد ما بتضغط عليه بيظهر لك الويندو عادي خالص. تقدر تجرب الطريقة دي في كل الاوامر اللي انت عايزها. يعني مثلا تعالوا كده نظهر مع بعض الترجمة، فمجرد ما بتكتب كلمة ترانسليت هنا حتى لو انت مش عارف مكانها، فبتلاحظ ان الترجمة ظهرت معاك مجرد ان انت كتبت هنا اول حروف بتدل عليها. لو ضغطت كده هيظهر معاك الجزء الخاص بالترجمة جوه الاكسل. بكده بتكون انتهت حلقتي النهاردة، وما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمه بلايك وتشرفني بالاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفني.